تعز المدينة التي تحولت بفعل الحرب إلى حدث دائم وخبر متجدد في تفاصيله، فلا يكاد يمر يوم دون ورود أنباء جديدة عن وجع المدينة المستمر. تختلف التفاصيل، لكن الحدث واحد، وهو أن قوات الجيش الوطني ماضية في استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، وهذا ما يحدث بالفعل في الجبهات الغربية، حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوما كبيرا على مواقع سيطرة الميليشيا في مديرية مقبنة، تمكنت خلاله من التقدم والسيطرة على جبل العويد في منطقة العبدلة والتبة المطلة على جبل الحصن جنوب منطقة الأخلود. وبحسب المعلومات الواردة من هناك، فإن المواجهات اسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا. أما في المدينة فلا تزال الميليشيا تواصل قصفها المدفعي المستمر على أحياء المدينة المكتظة بالسكان المدنيين، وهو الأسلوب الذي تتبعه منذ أمد لتعويض إخفاقها في المواجهات المباشرة مع قوات الجيش الوطني.